السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه أركتكت ريندر، فمن اسمه بيرندر الحاجات المعمارية. طيب خلينا نقول له مثلا أنا عايز تعمل لي ريندر لصورة معينة. خلينا أختار، طبعا عندك انتريور واكستيريور، لازم تختار بالظبط أنت عايز تعمل إيه بالظبط. يعني ده مثلا اكستيريور أهو، أقول له اكستيريور. وبعد كده هتحدد بقى النوع بتاعها المودرن، لو انت في برومت معين عايز ان انت تكتبه، وتقول له جنريت ويتفرج بقى دي اتعملت لها رندر بالشكل دوت. تمام، وتقدر تحدد الالوان معينه وتقول له مثلا عايز تكون في شمس او ما فيش شمس، وتقدر تعمل داونلود. طبعا ده مجاني، تمام، لكن لو انت عايز حاجة اكتر فممكن تشوف الاسعار. هنا انت ليك 5 كريدت بس، انما في ب$10 هيبقى ليك 15 كريدت، وهكذا في $30 50 كريدت. للأمانة انا شايفها غالية الصراحة يعني، لكن ممكن يكون حد محتاجها، فقلنا نعمل لها فيديو كده سريع. الفكرة ان انت ما بذلتش مجهود للجهاز بتاعك، يعني ما عدتش تعمل ندر على الجهاز بتاعك فتهلكه وتوقف شغل لمدة ساعة ولا حاجة. لا، هنا على طول بيعمل لك الرندر لأي صور انت عندك، سواء انتريور او اكستيريور.